يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا بدايه برحب بكل جماهير النادي الاهلي بتبتدي معانا اسبوع جديد، واهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. عنوان النهارده الاساسي والابرز والاهم: فوز غالي في توقيت مهم. الفوز على فرقه امبي امبارح الحقيقه بنتيجه 1-0 كان جاي في توقيت في منتهى الاهميه. نهايه، نتمنى طبعا انها تكون نهايه مرحله من عدم الاستقرار بالنسبه للفرقه ومن عدم الاطمئنان بالنسبه للجماهير. هدف غالي لصلاح محسن، وهدف يعني في معظم التحليلات شفتها الحقيقه امبارح هدف صحيح طبعا لحسام حسن، ولكن تم الغائه بداعي التسلم. مش قصتنا الحقيقه، وهتكلم في تفاصيل الماتش وايه اللي اختلف في اداء النادي الاهلي النهارده عن المرحله اللي فاتت بشكل عام، وعن ماتش طلائع الجيش بشكل خاص. لكن القصه الحقيقه في توقيت الفوز في مرحله الحقيقه يمكن كانت حرجه جدا، وبدات تكون ملامحها بالنسبه او من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي انه في علامات استفهام كثيره جدا على اداء الفريق. ما كانتش القصه قوي قصه خساره لقب الدوري، وما كانتش القصه قوي قصه خساره سوبر مصري. اه زعلنا، لكن في النهايه علامه الاستفهام الكبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كانت هو في ايه؟ في حاجه غلط. كان الحقيقه والفريق بيبتدي على موسم جديد وعنده عدد كبير جدا من البطولات، الناس قلقانه، الناس مش مطمنه، الناس شايفه انه الفريق اللي ابدع ووصاله وجالة وسيطر واستحوذ على كل الالقاب في الفتره الاخيره بيقدم كوره مش هي كورته. وبالتالي فوز امبي نتمنى انه يكون بدايه تصحيح المسار، خصوصا مع بدايه موسم جديد، وخصوصا كمان مع الاسماء المحترمه جدا اللي انضمت للفريق. ومن هنا انا حقيقي حابب ابتدي حلقه النهارده عشان اللي جاي، واوجه كلامي لجزء مهم جدا واساسي، عمود فقري في جماهير النادي الاهلي اللي يقدر عددها بالملايين، مش هنختلف، هم الاغلبيه الكاسحه بالتاكيد من جمهور الكره في مصر هم اهلاويه. انا هنا بتكلم مع الناس اللي بتعيش وبتتنفس كوره، الناس اللي في حب النادي الاهلي ماشيه وراه في كل مكان. في جمهور بيحب النادي الاهلي لانه مصدر فرحه، وده قطاع عريض جدا من جماهير الكره في مصر، الاهلي بيفرحهم، الاهلي مصدر من مصادر السعاده في حياته. وفي جزء تاني مرتبط بفكره النجاح، الناس اللي حابه تكون دايما رانك نمره واحد، الناس اللي حابه دايما تكون متفوقه، الناس اللي بتحب دايما تبقى رقم اساسي في معادله التفوق، وبالتالي الاهلي هو انعكاس ده بالنسبه لهم. لكن في جزء عايش بيتنفس اهلي، في جزء دايما تلاقيه لما المدرجات ابوابها مفتوحه حاضر في المدرجات، لما حتى التتش بيبقى فاتح ابوابه عشان تمرين النادي الاهلي بياخد من وقته ومن مجهوده ومن فلوسه عشان يروح يتابع فرقته ويدعم لعيبته ويحمسه. في جزء لما الاهلي بيبقى راجع ببطوله او ماتش كسبان فيه من بره مصر، الناس بتاخد عربياتها او بتركب مواصلاتها وتروح تقابل الفرقه في المطار. الناس دي اللي عايشه على السوشيال ميديا عشان المدرجات طبعا مقفوله او مش مفتوحه تستقبلهم، الناس دي عايشه في جزء اساسي من يومها عايشه على السوشيال ميديا او عايشه فاتحه قناه النادي الاهلي 24 ساعه عشان تعرف اخبار النادي الاهلي. دول اللي انا بكلمهم، ودول اللي انا براهن عليهم في الفتره اللي جايه، لان احنا في مرحله دقيقه جدا وصعبه جدا. حقيقي فوز امبارح مطمئن، لكن اللي جاي كمان صعب. جاي بتكلم مع حضراتكم في عدد كبير جدا من البطولات، اهمها طبعا المشاركه في كاس عالم انديه ودوري ابطال افريقيا، وبدايه موسم بقى المسابقات العاديه سواء كان دوري او كاس. دوركم كان وما زال وسيظل هو حائط الدفاع الاول عن النادي الاهلي. وخد انت بالك بالذات، الجمهور اللي انا بكلمه جمهور الكوره، خد بالك بالذات انه حائط الدفاع الاول وخصوصا على السوشيال ميديا هو جمهور النادي الاهلي. ممكن تبقى مش راضي معاك، وممكن تنتقد، متفق جدا، وممكن في وقت من الاوقات كمان تبقى غضبان، لكن مش ممكن ابدا تكون حاله الضغط الجماهيري اللي بتمثلها او بتمارسها تكون ليها تاثير سلبي على فرقتك. مش مقبول حتى وان كان في بعض الاسماء او اللاعبين او حتى الجهاز الفني مش مقدم المردود او الاداء المتوقع منه، انك انت تكون حاجه تهدم في مشوار الفريق. وارجوكم دايما تنبهوا للسوشيال ميديا انها مخترقه، وارجوكم دايما تنبهوا ان في ناس كتير جدا بتدعي انها اهلاويه وهي لا ترتبط بالاهلي لا من قريب ولا من بعيد، وهدفها الاساسي انها تخلق حاله فتنه، تولع نار عشان تاثر على مشوار النادي الاهلي اللي دايما وان شاء الله باذن الله يكون ناجح.